الله نص هاي المشاكل اللي بالشارع من وراء الفيسبوك والصفحات الوهمية. إذا ضايجة من الفيسبوك شكم قابلت 24 ساعة ويوم يا ضايجة؟ ترى الفيسبوك انخلق التواصل الاجتماعي، مشاركة اللحظات الحلوة، ما انخلق للفوضى، ما انخلق حتى يثيرون هاي النعرات الطائفية. والله لعبت نفسنا من هالكذب وقال وقيل من وراء الجيوش الإلكترونية. وليش سميهم جيوش إلكترونية؟ هذا فضاء مفتوح، يعني لو تردي مثلا جمعة مباركة اليوم طاب خبريان وسهمكم العافية، ترى ما يحتاج هذا. أنت نزل رأيك، وأنت منو قايل لك لا تنزل رأيك؟ في خطية عالم تريد تسترزقه على باب الله، ليش لحقتهم بعربانة مكسرة؟ مو هذا هجمان بيوت، بس هو مو صوتكم، والله ولا صوتكم، صوت الدولة اللي ما قاعدة تحاسب. راح أقول لك شيء وأنا ميت من الجوع. أوكي. إحنا ما حد ما يعرفنا. أنا أصلاً تدرين بيش أعلق بيا حساب؟ حساب حمودي البرشلوني. ولا واحد يعرفني ولا راح يعرفني. خير خير. العش عباليك. اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج حديث الشباب. اليوم موضوعنا حول التضليل، تضليل الراي العام او ما يسمى بالجيوش الالكترونيه. مرحبا منال. اهلا لك. مرحبا شباب، واهلا وسهلا بكم حلقه جديده من برنامج حديث الشباب. اكثر من 60% من الشعب العراقي يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، الاغلبيه منهم الشباب. فعلا ذول الشباب يعتمدون على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بانتقاء الأخبار أو اختيار الأخبار، ويمكن حتى يتأثرون بهذه الأخبار سواء كانت حقيقية أو أخبار مزيفة. مو فقط الشباب على فكرة ليث، أيضا حتى الأحزاب دائما تتوجه نحو الجيوش الإلكترونية وتستخدمها لتضليل الرأي العام أو تحريف الحقائق في الواقع العراقي. لكن شنو العمل برأيك؟ احنا اليوم بصراحة من حكينا بهذا الموضوع او الغاية من هذه الحلقة حتى نبين انه اكو شخصيات تأثرت بالاشاعات اللي ظهرت عن طريق السوشيال ميديا او عن طريق بعض الفضائيات، بس احنا اليوم حديثنا فقط عن السوشيال ميديا وتأثيرها في بث الاشاعات او الاخبار اللي ممكن ان تكون حقيقية. اذا خلينا نروح احنا وياكم نشوف رأي الشباب بخصوص هذا الموضوع وراجعين. يوسف مرحبا. اهلا وسهلا. الحمد لله. انت بدايه السؤال، اذا اردتك تعرف لي الجيوش الالكترونيه شنو التعريف الملائم؟ تعريف الملائم اشخاص منتشرين بصوره كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي، هدفهم انه يوصلون رسائل لاشخاص معينه او مجموعات معينه. اي اوكي. اليوم احنا اذا نشوف يعني هم تاثيرهم بالشارع على مواقع التواصل الاجتماعي تاثير يمكن 60% او 70% ياثرون على الشباب من خلال بث الاخبار الكاذبه. شلون تواجه انت كشاب عراقي، شلون تواجه هذه الاخبار الكاذبه اللي تبث عن طريق الجيوش الالكترونيه؟ انه انت بالاطلاعك انت بالتواصل الاجتماعي انت لازم تكون عندك اطلاع وتعرف اخر الاخبار، ولازم يكون عندك وعي. يعني انت اذا ما عندك وعي وتمشي يا خبر يجيك الصدقه ما راح تمشي ويل، يعني شلون تمشي ويل العالم. مرحبا. اهلا وسهلا. شلونك؟ الله يخليك. شنو اسمك؟ جود السجاد. جود، الله شان اسم حلو. جود، قل لي بالسوشيال ميديا شلون ممكن تستخدمه؟ انت تشوف الجيوش الالكترونيه موجوده اكيد، واذا تشوف اكو صفحات ممكن تستخدم على السوشيال ميديا تضليل الراي العام، شلون تفرق بين هاي الصفحات او هذا السوشيال ميديا انه خبر حقيقي وهذا كاذب مثلا على سبيل المثال، او شلون استعمالاتك انت اصلا بالسوشيال ميديا؟ استعمالاتي تقريبا يعني شيء معقول باستخدام اليومي او بالعمل اليومي. اوكي. شلون اعرف الخبر صحيح ام شائع؟ بالضبط. اتابع الصفحات الموثوقه. شلون عرفتها موثوقه؟ موثوقه وهي صفحات، يعني مثلا هسه كل وزاره ما معقوله ماكو شخص ما عنده. ليش مو اكو وزارات همينات مواقع التواصل مالتهم يقولون انه هاي تهكرت، انه هذا غلط، انه هذه مو يرجعوها. لكن هي معتمده. بس هي معتمده من قبل، يعني هو التوثيق والتوثيق مال حسب الشخص سوشيال ميديا او توثيق، احنا نعرفه دائما كل خبر مؤكد اذا ينعاد من اكثر من مره. ممكن حتى اكو احزاب سياسيه تستخدم السوشيال ميديا. صحيح. بس حاليا لا، لهم اوقات محدده، هي قبل الانتخابات حسب ايش كانت 3 اشهر وما يبدون يبدون غيره. هذا رايك؟ اي هذا رايي. تستخدم انت من السوشيال ميديا؟ تعتمد علي الفيس، الانستغرام، سناب شات يعني؟ لا انستغرام. انستغرام. مرحبا. اهلا وسهلا. شنو اسمك؟ جعفر. جعفر، جعفوري، شلون تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي؟ وشلون تشوف اكو مواقع تريد تضللك انه ما تخليك تعرف الخبر الحقيقي؟
فشلون تعرف انه هذه الاخبار كاذبه، هذه الاخبار مزيفه، هذه الاخبار ممكن انه تضلل الراي العام، تريد ممكن نسوي بيناتنا تفرقه طائفيه عنصريه مذهبيه الى اخره؟ والله هذه الاخبار هي من انا من اشوفها انه اشوف الخبر المصدر مالته الموثوق منين، وزين المصدر الموثوق مثل منو؟ مثلا نشوف على التلفزيون اكيد، لان هذا على التلفزيون اذا ما يطلع الخبر ده ما متاكد من عنده، اذا الشاشه والتي في هي المصدر الموثوق. اما اكو على الفيس او على انستا اكو صفحات او بيجات هم موثوقه، فهذه البيجات ايضا امن يعني شلون تعرف هذه موثوقه البيجات؟ تكون عليها هذه علامه زرقاء لان هاي راح تنحسب عليهم. موجوده هذه؟ لا ما اعتقد اصدق يعني بيها. مع العلم انه مثلا وراءها جهه معروفه او ناس فيمس مشهوره، مع ذلك ما موثق بعد، شلون هذا شو يسوي؟ هذا انا ما صدق بيه، حط اسمي ما ضحك وعوض. طبعا بوجودكم وانه يكون انتم دماغكم دائما مفتوح ومتنور فتعرفون وين الصح وين الغلط. شكرا لك جعفر. بداية سؤال اريد اعرف انه انت متواصل على مواقع التواصل الاجتماعي، فعال على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني اكثرة الوقت نقلب عليه ونتواصل وهاي نتواصل. طيب اليوم الجيوش الالكترونية اللي تحاول ان تبث الاشاعات والاراء المضللة وايضا الاخبار الكاذبة، شلون بالامكان ان تواجهها انت كشاب عراقي وتشوف انه اكو اخبار قاعد تنشر في المجتمع العراقي والرأي العام هذه الاخبار هي مضلله للراي العام بشكل عام؟ والله هي كل من ينشر عن يعبر عن رايه واللي يسمع واللي يشوفه بالشارع يعبر عن رايه حتى اذا خطا، يعني هو شوف هو اذا قنعان به هو يعني ما يهم الاخرين، كل من اللي يقنع برايه ينشره ويشوفه، يعني يشوف رد العالم له، بعض يصدق وبعض لا يصدق، يعني شوف يعني كل من ورايه. يعني انت مع الجيوش الالكترونيه اللي تروج لاخبار كاذبه ولي ممكن. كلها نوعا ما، انت تقول انا مع انه كل واحد ورايه وبالامكان كل واحد ان يشوف يعني يريده. يعني اكو واحد عنده راي خطا واكو واحد عنده راي صحيح، يعني انت تشوف ياهو اللي ويا الصح. انا اقدر اشخص هنا، تقول انه اكو الخطا خطا والصح صح. أي. بس انا اذا هو الصح ويسوي خطا هنا ايش راح اسوي؟ يعني اكيد ضده. اكيد ضد. هو انا هاي النقطه اللي اريد اوصلها. هنا أنا سؤالي انه يوم سمعت خبر وبعدين صدقته وبعدين طلع خبر كاذب او مضلل؟ طب صار وياك هذا الموضوع؟ شلون؟ يعني مثلا واحد ينشر او هاي باكر حضر او غير لا حضر، وهاي يعني يبثون الاشاعات بس يسولفون قدام العالم وهو يطلع ثاني يوم ماكو اي شيء. ها اي يعني زين، بصفتك انت يعني قوي على مواقع التواصل الاجتماعي يعني وفعال اكتب، هنا أنا سؤالي انه العائله وانت تسمع الخبر والخبر تعرفه انه مو هذا الحقيقه والعائله قاعد تحكي به هذا الخبر المضلل او الكاذب او المنشور عن طريق الجيوش الالكترونيه، راح تحاول ان تقول لهم ترى هذا الخبر كاذب والصح؟ اي يعني احاول اقول لهم انه هذا الخبر كاذب واكد لهم انه الصحيح صحيح والغلط غلط. طبعا يلا عموري شكرا جزيلا. طيب مواقع التواصل الاجتماعي كثيره، جيوش الكترونيه كثيره، الاحزاب ايضا تستخدم السوشيال ميديا، كل فرد يستخدم السوشيال ميديا، شلون تقدر تميزين هذا الخبر عن الخبر الاخر، خبر مزيف عن الخبر الحقيقي، شلون تقدر تميزين؟ اغلب الناس اللي يدخلون على التعليقات انه يدخلون على التعليقات الجيده والسلبيه، واكثر ما نشوف احنا التعليقات السلبيه اكثر من الجيده. مع الاسف. ليش برايك؟ لانه يشوفون بعينهم اشياء او فيديو موضح انه هذا الانسان سيء، او مثلا نزلوا فيديو عليه انه هذا شخص سيء. بس تدرين طيبة اكو فيديوهات همينة ملفقة؟ اكو هواية بس الاغلبية قاعد تنزلها بصورة صحيحة، يعني فلذلك التعليقات قاعد تقراها احنا على حسب التعليقات قاعد نحكي، لان نشوف تعليقات سلبية اكثر من الجيدة. اكو مثلا يطلع لك، انا اكثر من مرة ملاحظة انه يطلع لك بدون صورة، بروفايل بدون صورة، بيج بدون صورة او بلا اسم او فقط مكتوب مستخدم فيسبوك، فهذا توضح عندك الصورة انه اي، فهذا احيانا انه يطلع انه شلون بروفايل مزيف، فهذا مبين انه كذب او جيوش دسقط في فلان معين، او هو البيج اللي نزل الفيديو ليش نزلته انت من الاساس؟ انت ليش نزلته من الاساس اذا انت قاعد تسقط بفلان وفلان وفلان وفلان؟ زين شلون هنا تقدرين انه تتخلصين من هذه خلينا نقول الصفحات المواقع اللي قاعد تروج لموضوع هو كاذب او ممكن يريدون يسوون اعراض طائفيه او ممكن لتفرقه، تفرقه مجتمع عراقي او ممكن محاربتنا؟ اغلب المحاربات تكون عن طريق السوشيال ميديا للعراق تحديدا. طبعا نحن اغلبنا قاعد نستخدمه هو كوسيله للتسليه، بس بعض لا قاعد يسوون كوسيله عدائيه، وانه ينشرون
العداء والفوضى وكل شيء كل شيء يعني سيء كل شيء سلبي. فلذلك يعني اغلب البيجات مو زينه احنا لازم نسوي لايك او نشجع اي نسوي نشير الفيديوهات لان كل فضيحه قاعد تنزل والله يعني فوق 3K مشاركه اي والله مشكله هذه طبعا شكرا جزيلا انك طيبه تسلمي حياتك. شلون تميز انه هنا قاعد يظللون الراي العام او انه هذه الصفحات هي جيوش الكترونيه، شلون تقدر تكتشفها؟ نروح نبحث عليها ونشوف يعني هو بنفس الموقع او بغير موقع يشوفه. الجيوش الالكترونيه في بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحاول ان تغير وتحرف من وجهه نظر الشارع العراقي والراي العام بشكل عام، للاسف اكو كم شخص يحاولون ان يغيرون او يضيعون الحقيقه اللي هي بالامكان ان تكون متواجده في كل الاوقات والمراحل والازمنه. مع الاسف ليثون اغلب الناس ممكن انه تصدق هذه المعلومات المزيفه الكاذبه اللي ممكن تخلي عندنا انعراض طائفيه، اللي ممكن انه تحيدنا عن الهدف الحقيقي، ممكن ان تجزئنا، ممكن ان تشوش الراي العام، ممكن ان تضللنا عن الحقيقه، ممكن ان تستهدف يعني حتى الاواصر المحبه، السلام، اواصر صله الرحم ايضا ما بين الناس، يعني كثير تشوه من هذه الصوره الرائعه. لذلك هناك شباب يعملون على عكس القضية أنه يحاربون هذه الأخبار الكاذبة، يحاربون هذه الجيوش الإلكترونية لهدفها فعلا للتفرقة أو ممكن لهدفها حروب أو هدفها أنه تثير النعرات الطائفية. لذلك الشباب خلينا نروح نلتقي معهم أو ممكن نتعرف عليهم، ممكن أنه نشوف أفكارهم وماذا يعملون لأجل خدمة الصالح العام. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام بحديث الشباب من بعد الفاصل، وموضوعنا عن الجيوش الإلكترونية وتضليل الرأي العام. نعم، دعونا نرحب بضيفينا بداخل الاستوديو، مصطفى ناصر رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، وأيضا معنا محمد رحمن مختص تقني أمني. أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا. خلينا نروح لهذا الاستطلاع وبعدها راجعين لكم. طبعا الصفحات والبيجات الممولة لها تأثير على المواطن العراقي وخاصة المواطن الذقاري، طبعا هاي لها سلبيات كثيرة وإيجابيات كثيرة، ولكن احنا نقول سلبياتها أكثر على المواطن الذقاري. طبعا هاي السلبيات أثرت كثير على المواطن من خلال نقل المعلومات الخاطئة. دليل على أن هذه الصفحات بإدارة جيوش إلكترونية هي عندما يتفقوا على معلومة واحدة أو منشور واحد أو خبر واحد يتفق عليه، وهناك تكثر خلال ساعات معدودة خبر مقتل فلان أو خبر آلة فلان. لما تلاحظ هناك تحشيد بالآلاف وبالمئات نحو هاي ومردودها الإيجابي عن هذا الأمر ومدى فائدته، هنا يعني أصبح معروف لدى المواطن ولدى المتابع أن هذا يديره مجاميع معينة أو ما يسمى بالجيش الإلكتروني. الطبقة الواعية لا تتم لهذه البيجات، تعرف هذه البيجات بأنها ممولة ومدارة من جهات مشبوهة، جهات غير معروفة. مو كل البيجات أنه أنا اليوم من أتابعها أنه هي تتبنى موضوع سياسي أنه أنا أخذه أو رأي سياسي أنه أخذه، تعتمد على معرفتي وتمييزي وتحليلي للأمور. رجعنا لكم، بعدنا متواصلين بحلقتنا من برنامج حديث الشباب، وتحياتنا لكل أصدقائنا المتابعين لهذا البرنامج. نبدي الحوار مع أستاذ مصطفى. مرحبا، شلونك، شخبارك؟ بداية يعني السؤال أنه اليوم حرية الرأي وحرية التعبير بحاجة إلى متكفل حقيقي، مدافع حقيقي عن هذا الموضوع، كيف تجد فكرة حرية التعبير والرأي لمواجهة الجيوش الإلكترونية؟ نعم، شكرا جزيلا. هو بداية احنا لازم نفهم طبيعة عمل الجيوش الإلكترونية في البداية، وبعد ذلك نعرج على مسألة تضييق فيما يتعلق بمجال حرية التعبير المكفولة أساسا دستوريا. هو أنا آسف على المقاطعة، الجيوش الإلكترونية هي اللي دائما تكون السلبية ولا أكو جيوش إلكترونية إيجابية؟ هو مصطلح الجيوش الإلكترونية يصدق مصطلح عليه سلبي. لا، هو مصطلح عام يصدق عليه أن يكون إيجابي وأن يكون سلبي. في بعض دول العالم للأسف في العراق ليس هناك شيء إيجابي. في دول العالم هناك يعني مجموعات إلكترونية، خلينا نسميها مو جيوش، تطلق مبادرات، تنفذ حملات ربما توعوية، ثقافية، اجتماعية، غيرها، وفي معظم الأحيان تكون إيجابية. لكن في العراق أصبح هذا المصطلح يطلق على المجموعات المتشكلة من قبل الأحزاب السياسية.
الأحزاب السياسية بطبيعتها هي تحاول أن تهيمن وتفرض سطوتها على الرأي العام، وتحاول أن تضلل في بعض مجالات الرأي العام أيضا، ولذلك هي تنشط قبيل الانتخابات، وتنشط أيضا قبيل الأحداث والاستحقاقات اللي يشوفوها في أوقات تكون بها الأحزاب السياسية ليست متنفذة بما يكفي على الجو العام والساحة العامة. ولذلك معظم هذه الجيوش تنفذ حملات في معظم الأحيان تكون سلبية وتكون مضللة للرأي العام. مسألة مواجهة الشباب لحملات الجيوش الإلكترونية هو هذا جانب يعني يتعلق بطبيعة المعرفة. هناك فقر معرفي في التعامل مع السوشيال ميديا، في التعامل مع الحملات اللي يطلقوها الجيوش الإلكترونية. فهناك يعني تقريبا يعني 60 أو 70% من المجتمع أو من المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي يصدقون أو يثقون بكثير من الحملات اللي تطلق، وهذا يصدق أن نطلق عليه أن هناك فقر معرفي حقيقي، لأن الشاب العراقي لا يعني يتحقق من طبيعة الخبر والفبركة. طيب محمد، شلون ممكن أنه نساعد الشباب على معرفة هذه، مثل ما تفضل الأستاذ، شلون ممكن معرفة هذه المعلومات إن كانت رصينة أم غير رصينة، أنه هي هادفة لأمور إيجابية أم سلبية؟ هي بصورة عامة ذكرها هنا يقول أنه هي سلبية بالعراق، شلون ممكن أن يفرق الشباب، شلون ممكن مواجهة هذه الجيوش الإلكترونية السلبية التي تفتك بالمجتمع؟ نقدر نبحث عليها من مصادر موثوقة، إن كانت محلية، إن كانت عالمية، إن كانت داخل البلد، وحتى وإن كان خارجه. الجيوش الإلكترونية داخل العراق حاليا هي مجاميع صعب السيطرة عليها، من ناحية أنه عندهم دعم داخلي وعندهم خارجي ومن أجندة ومن أشخاص، شو مثل ما نقول تقريبا مسيطرين عليها تقني فكري هم أيضا، لأن الموضوع نقدر إحنا نحاربه إذا في حالة أقر قانون المحاربة الجيوش الإلكترونية، فهذا الشيء طبعا هو مفيد إن إحنا بصراحة، لأن راح يخلي كل شخص أمام قانون، أمام حكومة، حتى نقدر نواجهه. اليوم إحنا نقدر نعلق كل شيء نقدر نسوي، بس ما نعرف انه اذا اكو قانون او لا. بوركت محمد، هو هذا الموضوع، انه هذه الفتره اكيد حضرتك انت تعرف انه هذه الفتره مصطفى، حضرتك رئيس جمعيه الدفاع عن حريه الصحافه، مرت فتره على اساس انه يصوت بالبرلمان على قانون، صح، للجيوش الالكترونيه وغيرها، الانترنت، السوشيال ميديا بصوره عامه، ولم يحصل هذا الموضوع، يعني وصلوا ولم يتفقوا. لماذا، كيف، والى اين سنصل من بعد عدم الاقرار على هذا القانون؟ هو هذا موضوع جدلي يعني، واصبح قانون مزمن، لانه هو مطروح على طاوله البرلمان، يعني يعاد طرحه في كل دوره برلمانيه وخلافي بالحقيقه. هو كتب في يعني في بنفس بوليسي خالص وفي فترات زمنيه سابقه. انا اريد احكي كجانب تقني، انت يعني احنا فقط نعرف جيوش الكترونيه، انا فقط سامع عن الموضوع، بس اريد اعرف كواليس الجيوش الالكترونيه. كواليسها تكون اما عن طريق مقرات خاصه او مكاتب يقعدون او بالبيوت بالفعل، حتى وان كان عن طريق التليفون مو اللي حاسبه، يقدر يسوي اكثر من حساب وهمي. طبعا انا احكيك حساب وهمي، يعني لا واحد ولا اثنين، مئات آلاف توصل، يعني ممكن توصل إلى 3,000 إلى 5,000، وجوز حتى 10,000 حساب وهمي، مو شخص واحد. اليوم الواحد ولا مجموعة فرق الصير تجزأ، بحيث حتى بتكون أسماء شباب، أسماء مستعارة بنات، حتى لما ينشر ويعلق يكون الخبر صحيح. فبحيث أول شيء لازم شنو يأمن، يأمن الحساب مالته، إن كان عن طريق تليفون أو عن طريق الإيميل، يغير الاي بي او الموقع، الجي بي اس مالت الموقع، وين ساكن هو حاليا، باستخدام شرائح، شرائح بالفعل، سيم كارتيه، اكيد السيم كارتات مو عراقيه، مو عراقيه طبعا، تجي كلها من الخارج. وحتى الايميلات تجي ايضا هم من الخارج، كلها من الخارج، تدخل عن طريق منافذ، ويعني حتى بصراحه حتى الاجهزه من الخارج بالفعل، لأنه يعني اصلا ما موجود بالجهاز نفسه، بالفعل هي اصلا ما تشتغل عندنا بالعراق، شلون بدها تشتغل؟ فهذا اجهزه وشبكات النصب خاصه باماكن، بحيث يعني يقدرون يستخدموها. هاي شبكات انترنت مالتهم قوي ولا ضعيف، او خدماتهم كلش جدا قويه، تعبانه اللي يستخدمها الشعب العراقي. احنا جزء نعاني منها، بس هم عندهم يعني انترنت فائق السرعه، يعني بشكل ما ينوصف، لانه هو عنده سرعه انتقال من حساب لحساب
يحتاج له لحظات وثواني حتى في سبيل انه يعلق ويسوي لايك ويعلق ويشارك الخبر بس في سبيل انه يا ريت محمد كل الناس اللي دا يشوفون انه يسمعون ويوعون ويشوفون ايش دا يصير بالعراق وانه الجيوش الالكترونيه دا تاثر كثير على المجتمع العراقي وعلى تفكيكه. لكن سؤالي هو العراق كدوله شلون ممكن ان يواجه هذه الجيوش الالكترونيه اللي بالتالي هي تاثر على الامن الوطني، الأمن حتى القومي، حتى منظر العراق أمام البلدان العالم، بلدان العربي على الأقل تقدير أنه صار بطريقة مع الأسف غير لائقة به. شلون ممكن أن نواجهها مع العلم إحنا يمكن كليتنا مسافرين وشايفين كدولة. في واحدة من الجلسات البرلمان في موضع نقاشهم عن جرائم مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، نعم، أحد النواب قال أعتقد أنت متابعهم صح؟ إيه طبعا. يعني قال في مداخلته انه اذا كنا سيد عدنان الزرفي قال احنا اذا كنا نريد يعني نسيطر على هذه الفوضى صحيح. الاعلاميه انترنت. في الفضاء فعلينا فمن خلق هذه الفوضى هو احنا اللي خلقناها ويقصد الاحزاب السياسيه. فبالنتيجه هذا الموضوع يعني حينما تحاول الدوله مكافحه مثل هذا الموضوع الخطير كيف تكافحه؟ من خلال تفكيك الجيوش الإلكترونية التابعة للأحزاب السياسية المدعومة من فقط الأحزاب. هل هناك ممكن هناك جهات أمنية أيضاً جهات أمنية هي الجهات الأمنية أستبعد. التي تحمي البلدان أو تحمي البلد بصورة عامة، هل ممكن أنه هي أيضاً تمتلك من هذه الجيوش الإلكترونية؟ لا الجهات الأمنية أستبعد لأن الجهات الأمنية أساساً هي مختصة بموضوع مراقبة ومتابعة ورصد هذه الجيوش ولديها ايضا من الاجهزه ومن البرامج اللي يعني تمكنهم من الوصول الى هذه الجيوش، لكن لحد الان هذا الامر غير مفعل، بمعنى ان هناك هذه الجيوش الالكترونيه المخلوقه من قبل جهات واحزاب سياسيه وغيرها هذه تنشط في يعني في معظم الاوقات، يعني مو في موقف معين او في قبيل الانتخابات او قبيل الاحداث اللي تحدث، وانما في معظم الاحيان هم فاعلين ونشيطين. وايضا الجهات الامنيه تعرف من هم هؤلاء ومن اين يعني يطلقون الشائعات والفبركات والتضليل الاعلامي، لكن لحد الان القوانين غير مفعله والاراده غير موجوده لمكافحه هذا. اضافه الى هذا لم يدرج حتى الان نص ضمن مواد مشروع قانون الجرائم المعلوماتيه يكافح يعني الحاجة. ننتظر هذا الموضوع ب يعني شغف كبير طبعاً. لانه بصراحه احنا مقبلين على مرحله مهمه جدا. انا هنا سؤالي احنا كترتيب دوله او كترتيبنا بين الدول ايش قد ترتيبنا بمواجهه الجيوش الالكترونيه او المشاكل اللي تحدث عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مستخدمي الانترنت؟ ترتيبنا متاخر ولا متقدم ولا اصلا ماكو ايضا تصنيف ولا متواجدين؟ صراحة ماكو أي تصنيف، وأنا دائما أبحث عن الموضوع لأن إحنا ماكو، لأن إحنا يعتبرونا تقريبا من الدول اللي ما واكبت العصر بصورة عامة، أو خلينا نسميها التطور اللي حدث عندنا. إحنا لو مثلا لو إحنا نتفق تسوي اتفاقية ويا شركة تويتر أو فيسبوك أو يوتيوب اتفاقية حكومة بالنهاية هاي الحسابات الوهمية والجيوش الالكترونيه تنتهي. يعني احنا نتكلم على فكره على منصات التواصل الاجتماعي محمد، نزلنا الاونلاين والالعاب الالكترونيه اللي هم يستخدموها الاولاد اللي اصبحوا مواليد التسعينات والالفينات اغلبهم اكثرهم، هم يتوجهون نحو الاونلاين وانت حضرتك تعرف هذا الشيء. ايضا هذه حرب اخرى، حرب بارده مميته لكن ببطء، طريقه بالفعل ببطء. يعني هاي مشكله احنا كلنا عانينا صراحه، لان اليوم الشخص بهذا العمر اللي ذكرتي يقعد 4 ساعات إلى 6 ساعات أكثر من حياته صح. إحنا يعني طلع من عندنا يعني ومود اللعبة عليه. أصلاً هو كل عنف بالفعل. ودماء وإلى آخره، هاي من المشكلة إحنا نعاني منها. شكرا جزيلا لك عجل، كنا نتمنى الوقت يسع اكثر يطول. لكن ان شاء الله بالايام القادمه نتكلم اكثر عن هذه المواضيع. وشكرا مصطفى اكيد نورتنا وشكرا جزيلا لمعلوماتك، نورتونا وشرفتونا اكيد، تحياتنا لكم وان شاء الله يا رب يعني دائما نتجاوز مرحله او فكره الجيوش الالكترونيه بصراحه تفتك بالشارع العراقي بشكل كبير، سواء عن طريق وسائل التواصل، عن طريق صور، عن طريق معلومات مغلوطه، عن طريق مشكلات كثيره. فنتمنى انه الشاب العراقي او المواطن العراقي بشكل عام دائما يتبع أو يهتم ويأخذ المعلومات الحقيقية من المصادر الموثوقة، ونبتعد عن الجيوش الإلكترونية اللي تحاول أن تضلل فكرة أو أفكار كثيرة تخص العراق والعراقيين. وصلنا معكم لإختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا منال شكرا وشكرا شباب شكرا وتحياتنا لكم. تحياتنا لكم ومع السلامة.